أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: الميليشيات تحتجز مئات المخطوفين من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة. من صحيفة المدى: القوى الشيعية تخوض الانتخابات بخمس قوائم والتحالف الوطني أصبح ماضيا. من موقع الخليج أونلاين: فلسطين شهيد و119 إصابة حصيلة جمعة الغضب الرابعة. من صحيفة الحياة: تسعة قتلى في اعتداء على كنيسة قرب القاهرة وداعش يعلن مسؤوليته. من صحيفة الخليج الإماراتية: مقاتلو الغوطة الغربية إلى إدلب وعشرات القتلى بمعارك شمالي سوريا. ومن صحيفة العرب الجديد: النظام السوري يخرق الهدنة هدنة الغوطة ويسيطر على قرى بإدلب. وأخيرا من صحيفة القدس العربي: تظاهرات إيران تتسع ونائب روحاني يحمل المتشددين المسؤولية. قالت صحيفة العرب الجديد أن المحافظات العراقية التي تم استعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة تشهد إقبالا محدودا على تحديث سجل الناخبين الخاص بالتحضير للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أيار 2018، الأمر الذي ينذر بعزوف غير مسبوق في هذه المحافظات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مركز لتحديث سجل الناخبين في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أن نسبة تفاعل المواطنين مع عملية التحديث قليلة جدا ولا تكاد تتجاوز 5%. الصحيفة أضافت أن مسؤول مركز تحديث سجل الناخبين أوضح أن الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرت بها المحافظة فضلاً عن صعوبة التنقل بين مدينة الرمادي والقرى المحيطة بها أمور أثرت بشكل واضح على عملية التحديث، وأشار إلى أن ضعف الإقبال تم توثيقه في أغلب مراكز التحديث في الأنبار، مبيناً أن المدة المتبقية غير كافية لتسجيل الحد الأدنى المقبول به لضمان عملية انتخابية سليمة في الأنبار. وأشارت الصحيفة إلى أن عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان دليمي وصف عملية الإقبال على سجل الناخبين في الأنبار بالمخيبة للآمال بسبب قلة توافد المشمولين بعملية التحديث إلى الأماكن المخصصة لذلك، مبيناً أن تدني نسبة تحديث سجل الناخبين يجعل أمر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أقرب إلى المستحيل. ويؤكد ناشطون في مجال مراقبة العمليات الانتخابية أن مؤشرات قياس نسب تسجيل الناخبين في المحافظات المحررة من داعش توضح وجود تراجعاً كبيراً في رغبة ناخبي هذه المحافظات في الاشتراك بالعملية الانتخابية المقبلة، مبينين أن مراكز تحديث سجلات الناخبين كشفت عن نسبة ضئيلة جداً للراغبين في المشاركة في الانتخابات. وتلفت الصحيفة إلى أن الإحصاءات واستبيانات الرأي لسكان المدن المستعادة من تنظيم الدولة إشارة إلى وجود عزوف لدى أغلبية هؤلاء السكان عن الاشتراك في الانتخابات لأسباب عدة، أبرزها فقدان الثقة بالعملية السياسية عموماً وسياسي محافظاتهم خصوصاً، فضلاً عن فشل الطبقة السياسية في إعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب، وكذلك عدم قدرة الحكومات المحلية على تعويض المتضررين. قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الحرب التي اندلعت في حزيران 2014 ضد تنظيم داعش أتاحت لإيران توسيع تأثيراتها في سوريا والعراق. وتنطلق لوموند في تقريرها من مقال لصحيفة أفكار الإيرانية أشارت فيه إلى أن تحرير مدينة البوكمال يعني الانتهاء من الطريق البري للمقاومة الذي سيفتح أمام طهران أو سيفتح ممرا أمام طهران بريا إلى البحر المتوسط وإلى بيروت، وهو ما جعل لوموند ترى ما بين سطور النص حنيناً إمبراطورياً.
الصحيفة ترى أن عناصر داعش أوشكوا أن يدمروا سنة 2014 هذا المخطط الإيراني الكبير حين اكتسحوا محافظات تقطنها غالبية من السنة في العراق، وكانت بغداد وكردستان حينها مهددتين، فأرسلت إيران على الفور مساعدتها ومستشارين عسكريين وأسلحة. كان داعش كما ترى الصحيفة يمثل بالنسبة للإيرانيين تهديداً وجودياً، ولكن ما إن تجاوزت إيران فزع الأشهر الأولى حتى منحتها هذه الحرب فرصة تاريخية، فالدعوة التي أطلقها السيستاني للتعبئة ضد داعش منحت للميليشيات العراقية الوفية لإيران فرصة تقدم كطليعة لاستعادة الأراضي. وبعد أن عادت الحكومة العراقية إلى المناطق السنية في البلد، فإن وجود هذه الميليشيات رسم محيط منطقة تأثير إيرانية جديدة بصدد التشكل، وهي تمتد من ديالى على الحدود الإيرانية إلى الموصل المتاخمة لسوريا، وتلك ما تصفها الصحيفة بالمراحل الأولى من المسلك الإيراني في الشرق الأوسط. وترى الصحيفة كذلك أن إيران تنشر استراتيجية تأثيرها أحياناً على مستوى مايكروسكوبي، أي داخل القبيلة والبلدة أو الحي، وتسهر على ذلك الكوادر العليا للحشد الشعبي مثل هادي العامري وأبو مهدي المهندس. وتختتم لوموند تقريرها بالقول إن النتائج التي يريدها العامري تكرست في محافظة ديالى على الحدود الإيرانية، حيث تسببت هزيمة داعش في إنهاء ما بدأه سنة 2003، وهو تقليم أظافر السنة في هذه المحافظات المختلطة، وهي سياسة جرت أيضا في محافظة صلاح الدين المجاورة بعد الاستيلاء على تكريت في ربيع 2015. وتشير الصحيفة إلى أن القتال ضد داعش سهل المهمة، إذ يكفي تقديم الشخصيات السنية التي لا تتحالف مع الشيعة باعتبارها داعمة للإرهاب حتى تتعرض للتهميش أو التصفية. هل دفعت الشعوب الإيرانية ما يكفي من العذابات منذ مجيء الخميني إلى السلطة في عام 1979 لتبدأ رحلة إعادة حساباتهم مع النظام السياسي عند نهاية سنة 2017 في تظاهرة احتشد فيها الآلاف بمدينة مشهد، ثاني أكبر المدن كثافة في إيران؟ حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن أصوات الهتافات امتدت إلى مدن أخرى مرددة الموت للرئيس الإيراني حسن روحاني، بما يعني فقدان الأمل بإصلاح النظام ودليل على وصول الشعب إلى نقطة اليأس. ربما هتاف الموت لروحاني لا يحتوي على روح الثورة، فالموت هنا عبارة شكلية تفسر غالباً كرغبة في تغيير شخصية بأخرى أكثر استجابة لمطالب جماهيرية عادة ما تستفيد منها الأحزاب والقيادات المنافسة في اللعبة الديمقراطية، والتمهيد لإعداد وصياغة المتغيرات في توجهات الناخب قبل فترة طويلة من الانتخابات. لكن ماذا عن الهتاف بموت الدكتاتور؟ في إشارة إلى المرشد علي خامنئي بما لها من مدلولات على مكامن السخط على نظام الولي الفقيه والملالي، لأنه يمثل مرجعية عقائدية دينية ومذهبية لنسبة كبيرة من الإيرانيين، إضافة إلى مكانته النفسية الضاغطة على القوى المتنفذة وتشكيلاتها من حرس ثوري وقوات مسلحة وأجهزة أمنية معروفة بتاريخها القمعي للأصوات المعارضة. الأزمة الاقتصادية والعقوبة الدولية رغم الاتفاق النووي مع إيران وإطلاق المليارات من العملة الصعبة للنظام تنعكس على الشارع وسوق العمل لسوء استخدام الأموال وسيطرة الأيديولوجيا على الإنفاق العسكري والتسلح وإدامة الأذرع الميليشياوية لاستمرار الصراع في سوريا واليمن ولبنان ودعم الحركات والمنظمات والمجموعات المرتبطة بها وبمختلف أنشطتها الإرهابية في العالم. الكاتب يرى أن إدانة الإسلام السياسي متمثلة بنظام الولي الفقيه ومن قلب التظاهرات في مدينة مشهد يعمم الاستياء البالغ من الأحزاب الدينية في العراق، وهي أحزاب تنوء بتجاربها المركبة من ولائها العقائدي والفكري للمرشد ومن ولائها لبرنامجها الطائفي والميليشياوي في إدارة العراق بمناورات مكشوفة ومخطط لها بحرق مراحل الحكم. فمشهد إيران عام 2018 يتنبأ ببداية الخلاص من وكر الفتنة، ومعه كل غثاء السيل من أحزاب وميليشيات الطاعون الطائفي.
اهتم موقع سترات فور الأمريكي بالمظاهرات التي اندلعت في المدن الإيرانية بما في ذلك في مشهد، ثاني أكبر المدن في البلاد، وذلك احتجاجا على سياسات الرئيس حسن روحاني وعلى ارتفاع الأسعار وعلى الغلاء، وقال إن مضمونها وأماكن انطلاقها أمر يبعث برسالة واضحة للحكومة، وأضاف أنه استنادا إلى الصور والتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن الحشود التي خرجت في المظاهرات يتراوح عددها بين المئات وبضعة آلاف، لكن الاضطرابات الغاضبة ازدادت حتى الآن. حتى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع ومدافع المياه من أجل تفريق المتظاهرين. الموقع قال إن هناك شحاً في تفاصيل وحجم المظاهرات ونطاقها وتنظيمها، والتي تعتبر عوامل حاسمة في الاحتجاجات الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية. لكن هذه المظاهرات التي شهدتها إيران تعتبر هامة لسببين يتمثلان في الرسالة المراد توصيلها وفي الأماكن التي انطلقت منها في موقع القلب من البلاد. وأوضح الموقع أن هذه الاحتجاجات الغاضبة تأتي للتعبير عن الاستياء الشعبي من السياسات الحكومية في طهران، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد. وأشار الموقع إلى أن معارضة المتظاهرين للسياسة الخارجية للحكومة تظهر التداعيات التي يمكن أن تترتب على أنشطة طهران بالخارج، وخاصة ما يتعلق باتفاق النووي أو المشاحنات الإقليمية مع السعودية أكبر منافسيها بالمنطقة. وأضاف أن المواقع التي انطلقت منها المظاهرات الغاضبة هذه المرة ليست من بين أوساط مهمشين مثل الأكراد بالشمال الغربي أو سكان الأهواز بالجنوب الغربي أو البلوش بالجنوب الشرقي، ولكنها انطلقت من بين أوساط السكان الأساسيين في مدن من بينها مشهد معقل المحافظين السياسيين وأحد أقدس المواقع لدى الشيعة. اختتم الموقع الأمريكي تقريره بالقول إنه رغم أن لدى إيران القدرة على قمع المظاهرات بالعنف إذا لزم الأمر، فإن البلاد عرضة للاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على التغيير السياسي الشامل في ظل اعتبار هذه الاحتجاجات سابقة خطيرة في البلاد. تناولت صحيفة الخليج الإماراتية الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، وقالت في افتتاحيتها إن أوراق التوت التي كانت تغطي السياسة الأمريكية بشأن الصراع العربي الصهيوني تتساقط واحدة بعد أخرى لتتكشف حقيقة الدور الذي تلعبه واشنطن في ترسيخ احتلال للأراضي الفلسطينية وتهويدها وتصفية الحقوق القومية للشعب الفلسطيني من دون مراعاة لقرارات الشرعية الدولية، وبما يشكل تحديا للمجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية في رفضهم المطلق لقرار الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدويلة الاحتلال ونقلها السفارة الأمريكية إليها. ورقة التوت الجديدة التي سقطت هي مطالبة سفير واشنطن لدى دويلة الاحتلال ديفيد فريدمان وزارة خارجية بلاده بالتوقف عن استخدام كلمة محتلة عند الإشارة إلى الضفة الغربية في الوثائق الرسمية. وبعدما كانت الخارجية الأمريكية رفضت الطلب سابقاً، عادت وأعلنت موافقتها على مناقشة الطلب قريباً بسبب ضغوط من مستويات عليا. تزامن هذا التطور الجديد مع معلومات إسرائيلية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاعتراف بيهودية دويلة الاحتلال رداً على القرار الأممي الذي صدر بشأن بطلان قرار ترامب حول القدس. كما يتزامن كذلك مع ما ذكرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن الرئيس الأمريكي قرر تأجيل تحريك مبادرته التي أطلق عليها صفقة القرن، وذلك عقب التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد بعد الآن صفقة قرن. في كل الأحوال لن تكون هذه الصفقة كما تسرب من معلومات حول مضامينها إلا بمثابة إعلان لتصفية القضية الفلسطينية على قاعدة سلام مقابل سلام، وليس على قاعدة الأرض مقابل السلام، أي ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة سياسياً وجغرافياً وقبول عربي بهذا الوجود. الصحيفة تقول إنه في مطلق الأحوال أن تعترف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدويلة إسرائيل أو أن تنقل سفارتها إليها أو أن تعتبر الضفة الغربية أرضاً غير محتلة وإسرائيل دولة اليهودية، فهذا لا يغير في الأمر شيء سوى أن الولايات المتحدة قررت أن تكشف عن وجهها الحقيقي من دون تزييف وبلا أوراق توت.
جيش سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب جيش سوريا الجديد كلها مجموعات تتلقى الدعم الأمريكي لتعويض الفشل الذي منيت به إدارة أوباما عندما دفعت مئات ملايين الدولارات لتسليح السوريين انتقلوا فورا انتهاء تأهيلهم إلى صفوف النصرة وداعش، وبعضهم عاد ليلتحق بجيش النظام. مصطفى الزين يرى في صحيفة الحياة أن التعويض لا يتوقف عند تشكيل هذه الجيوش وعقد التحالفات لمحاربة داعش على ما تدعي واشنطن، فلهذه التشكيلات العسكرية وظيفة أبعد في محاربة الإرهاب وهي تقسيم سوريا. مؤسسة راندا الأمريكية للأبحاث الأمريكية نشرت دراسة بعنوان خطط سلام من أجل سوريا، يبدو أن إدارة ترامب تعتمدها حرفياً. تحرص الدراسة على تجذير نفوذ واشنطن في سوريا آخذة في الاعتبار استمرار وجود النظام بعد إضعافه في معظم المناطق من خلال تشكيل إدارات محلية تتمتع بحكم ذاتي لكل منها سلطاتها المستقلة عن دمشق فيما يشبه الاتحاد الكونفدرالي، وانحدى من النفوذ الروسي والإيراني من خلال وجود دائم للقوات الأمريكية والحليفة بموافقة الأمم المتحدة ورقابتها. تشير كل الوقائع إلى أن واشنطن تسير بموجب هذه الدراسة خطوة خطوة. تؤكد ذلك تصريحات تايلسون ومسؤولين آخرين عن عدم جدية النظام في محاربة داعش وسماحه للتنظيم بالتحرك بحرية في المناطق التي يسيطر عليها، وإصرار واشنطن على تدريب الجيوش التي سبق ذكرها كي تكون جاهزة للتحرك في مواجهة دمشق أو إفشال محاولاتها السيطرة على المناطق الآمنة دفاعاً عن المكونات المعرضة للإبادة وإضعاف الحكم المركزي سواء بقي الأسد أو لم يبقى، ليسهل تنفيذ خطة استراتيجية أوسع تتعلق بالمشرق كله. الكاتب يرى أن إفشال مؤتمر سوتشي الذي تعول عليه موسكو كثيراً لم يكن سوى محاولة من واشنطن لتطبيق خطتها بالتعاون مع الحلفاء، عدم السماح لبوتين بالتفرد في الحل وبالتوقف عن اعتبار الوجود العسكري الأمريكي غير شرعي، بالتالي القبول بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشمال مقابل قاعدة طرطوس وتقاسم النفوذ في سوريا المقسمة إلى أقاليم ومحافظات ومكونات تتكفل الجيوش الدفاع عنها بدعم دولي وإقليمي، وهذا يعني أن خطة السلام في سوريا هي وصفة جديدة لتقسيمها. مع إطلالة العام الجديد ومع أول يوم منه سيشاهد العالم القمر بحجم كبير ما يعرف بسوبر مون أو يطلق عليه القمر العملاق وفق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وقالت الصحيفة أو صحيفة البيان الإماراتية إن القمر سيبدو كبير الحجم وأكثر ضوءا بدرجة كبيرة عن المعتاد، وهذا يعني اقتراب موقع القمر من مدار الأرض، ويقدر أن يظهر القمر بحجم أكبر ب14% عن المعتاد وإشراقة تفوق العادي ب30%. تقول ناسا إن ظاهرة القمر العملاق تحصل في العادة كل 13 شهراً، وإذا لم يحظى أي فرد بمتابعة القمر الكبير في مطلع العام الجديد فأمامه فرصة في 31 من كانون الثاني لمشاهدة القمر بحجم أكبر ولون أزرق. وبحسب ناسا فإن قمر نهاية كانون الثاني سيأتي مصحوباً بخسوف كامل بوضعية القمر والأرض والشمس في خط واحد وتوسط الأرض بين القمر والشمس. والآن نتابع الكاريكاتير.
في الختام أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.